بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير دايما يا رب. طبعا فيديو النهاردة زي ما شوفنا في عنوان الفيديو كده، الموضوع ده يا جماعة حصل حقيقي معايا، حصل مع مربين حمام كتير، وفي ناس كتيرة بطلت تربية حمام بسبب الموضوع ده، وفي ناس كتيرة كانت هتبطل تربية حمام بسبب الموضوع ده. خليني اجيب لك الموضوع من البداية كده واقول لك ايه اللي حصل بالتفصيل عشان هتستفاد جدا من الفيديو ده، والفيديو ده ان شاء الله هيكون حافز قوي ليك ان انت تكمل في تربية الحمام وتوصل فيها لمستوى كويس وتوصل لمرحلة كويسة جدا في تربية حمام الزينة او الحمام الغزار او الحمام الزاجل على حسب انت بتحب ايه من تربية الحمام. هقول لك اول حاجة، انا يعني من وانا صغير وانا بربي حمام، يعني قبل ما انا ابدأ في ان انا اربي حمام واشتري حمام بفلوسي كان اهلي بيربوا حمام، وكان في حمام موجود عندنا في البيت، وكنت بستمتع جدا بتربية الحمام وبتأكيل الحمام وبالفرجة على الزغاليل طبعا والانتاج والكلام ده كله. كان تربية الحمام البلدي حاجة طبيعية جدا في بيوتنا زمان. فطبعا جت فترة كده دخلت فيها الامراض على الحمام، والحمام دوت بدأ ان هو يتروش، وبدأنا ان احنا نذبح الحمام وحمام يموت طبعا ويصفينا الحمام كله، تمام كده. فقعدت سنين كتير ما بربيش حمام، حوالي مثلا 10 سنين يمكن اقل من كده حاجة بسيطة، مفيش حمام في بيتنا خالص. وانا طبعا كنت بعشق تربية الحمام، كنت بمشي في الشارع ببص على غيات الحمام وعلى البلكونات واقعد اتفرج على الحمام، ولو في اي محل او سلاكة حمام كنت اروح اتفرج عليها. طبعا ما كانش لسه في صفح او بيدجات للحمام على الفيسبوك او قنوات للحمام على اليوتيوب، وكان جوجل بس هو اللي ممكن تخش تبحث عليه تشوف صور للحمام على جوجل، تمام كده. فكنت بستمتع جدا بالموضوع ده. طيب بعد كده ربنا كرمني ولقيت واحد رايح يبيع جوز حمام بلدي لسلاكة، فبكام دول؟ قال لي ب20 جنيه. طب انا عايز اشتريهم، خدتهم منه، ما كانش عندي لسه مكان. طبعا طلعت في البيت عندنا فكان في اوضه فاضيه، فالاوضه ديت رحت جاي مقفلها ورحت جاي حاطط فيها جوز الحمام ده، سايبهم على الارض كده، وحاطط لهم بتاع بلاستيك كده بحط لهم عليها الاكل، وعلبه بحط لهم فيها الميه، تمام كده، علبه بلاستيك بحط لهم فيها الميه، وبتاع كده زي الغطا كده بلاستيك بحط عليها الكلفه والحمام بياكل منها. والدنيا كانت 10 على 10، كنت بجيب شويه الدرع ويجرميهم او شويه الكلفه ارميهم والحمام بياكل منهم، والدنيا ماشيه على كده زي الفل. طبعا فرحتي كلها اول ما الحمام ده باض اول بطين، تمام كده، خد له ركن على جنب كده في وسط شويه كراكيب وراح داخل في الخرن ده وراح بايض اول بطين، تمام. طبعا انا بدات ان انا اجيب له قش وارميه له في الارض، فهو يلم القش ويروح يعمل عش كده مدور ويرقد على القش دوت ويبيض على القش ده. فالحمد لله عدى اول 18 يوم والبيض فقس، وعدى حوالي 15 20 يوم والزغاليل بدات ان هي تبقى بطش كده حلوه وشكلها جميل وحاجه ممتعه، وانا بدات افرح بقى بتربيه الحمام وعايز اشتري حمام تاني، وعجبني الموضوع جدا وعايز ارجع تاني زي الاول واحسن، يعني عايز ارجع يبقى عندي حمام كتير واستمتع بيه. طبعا طلعت في يوم لقيت الزغلولين دولت متاكلين. ايه اللي كل الزغلولين؟ اللي كل الزغلولين قطه. طيب القطه وصلت للزغاليل ازاي؟ هقول لك، انا كان عندي باب الاوضه باب خشب وانا نسيت اقفل الباب ورايا، يعني انا طلعت اكلت الحمام ونزلت وسبت الباب مفتوح. طبعا القطه دخلت راحت جايه قعدت تدور في الاوضه، ما عرفتش تمسك الحمام الكبير، الحمام الكبير بيطير بيقف مثلا على الشباك بيقف على حاجه عاليه، فالقطه ما عرفتش توصل له، فدخلت العش بتاع الزغلولين وراحت واكله الزغلولين ولقيتها مقطعه الزغاليل خالص، تمام كده، سايبه منهم شويه ريش بس من الجناح وايه من الديل والكلام ده. طبعا انا زعلت جدا جدا جدا، وكنت هبطل تربيه حمام في الوقت ده. قلت ايه بقى ساعتها؟ قلت انا هبيع الجوز ده او اذبحه خلاص كده واقفل بقى الاوضه، خلاص كده مش هربي فيها حمام تاني ومش هربي حمام. ايه ده؟ من اول عيش يطلع عندي القطه تاكله، وزعلت بقى ودمي محروق ومتعصب بقى. فطبعا ما فكرتش يا جماعه التفكير اللي كل الناس بتفكره، اللي هو انا احط سم فرن للقطه او امسك القطه واموتها او امسك القطه وارميها في حته بعيد، ولا الكلام ده كله. ليه؟ لان امي قالت لي ساعتها ايه؟ قالت لي انت اللي غلطان. ليه انت الغلطان؟ لانك انت اللي نسيت باب الاوضه مفتوح. طيب انا نسيت باب الاوضه مفتوح، القطه دخلت كلت الزغاليل. هقول لك ده طبيعي جدا 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 ان هي لازم تخش تاكل الزغاليل، لان هي ربنا خلقها طبيعتها ان هي عايزه تصطاد. طبيعه الافتراس دي طبيعه في القطط والكلاب والحيوانات اللي هي اللي زي كده، طبيعتها ان هي عايزه تفترس، عايزه تمسك اي حاجه تصطادها وتاكلها، فهي شايفه ان هي كده بتعمل حاجه من طبيعتها اللي هي الفطره اللي ربنا خلقها عليها، ان هي بتصطاد اكلها بنفسها، مش ان هي تدور على حتتين عظم ولا حتتين لحمه ولا فراخ عشان تاكلهم، لا هي طبيعتها ان هي تصطاد فريستها بنفسها وتاكلها، تمام كده. فطبعا ده اللي والدتي قالته لي، فانا ساعتها كنت خلاص الموضوع قافل معايا ان انا هبيعهم او اذبحهم. قالت لي خلاص سيبهم مالكش دعوه بيهم وانا هربيهم، تمام كده. فعدى يومين ثلاثة وبدأت ان انا ايه اهدى وخلاص الموضوع ايه بقى مفيش مشكلة بالنسبة لي. فالحمد لله عدى حوالي 10 ايام ولقيت الجوز ده بط تاني،
طبعا الغلطه دي علمتني ان انا بعد كده اخد بالي كويس جدا 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 على باب الاوضه وما انساش باب الاوضه ده مفتوح تاني، تمام؟ فبقيت يعني اللي هو لو دخلت عند الحمام وخرجت قفلت الباب ورايا ونزلت، لو انا شكيت ان انا ما قفلتش الباب بطلع تاني اتاكد ان الباب مقفول. فمشيت على كده طول ما انا كنت بربي الحمام في الاوضه دي. اللي انا عايز اقوله لك واللي انا عايز اوصله لك ان انا بعد كده بدات ان انا الجزء ده بقى عندي جزئين وثلاثه واربعه وخمسه وعشره منه في الاوضه دي، والاوضه اتملت حمام، الاوضه اتملت حمام، بقى عندي منه حمام كتير جدا من جزء واحد اللي هو الجزء الحمام البلدي ده. لحد طبعا ما ربنا كرمني وجيت ان انا خلاص بقى هوضب الشقه وهتجوز وبتاع، فبدات ان انا انقل الحمام منها وعملت العشه اللي على السطح اللي احنا كنا بنشوفها الصغيره اللي كانت عند البلكونه اللي انا كسرتها من كام سنه لما عملت السلكات الجديده وحطيت فيها الحمام، تمام كده؟ طيب بعد كده لما ربنا كرمني شويه وعملت العشه اللي فوق بعت البلدي ده كله وجبت مكانه مثلا جمعيات وكريزليات واستراليات، كنت عايز ان انا اجيب حاجه احلى. بعد كده ربنا كرمني شويه جبت شويه حمام هزاز، جبت شويه مثلا ايه حمام كشاك، جبت احمر غزار، جبت مراسله. بعد كده ربنا كرمني جبت النفاخ، ومن هنا بدات القصه بتاعتي مع ايه الحمام النفاخ اللي طبعا كلنا عارفينها، ان انا ربنا كرمني منهم جوز فرخت منه وجبت زغلول من هنا زغلول من هنا نتا من هنا نتا من هنا ذكر من هنا ذكر من هنا، بدات ان انا اعمل ايه جوز 2 3 4 5، بدات ان انا انتج منهم واطلع حاجات كويسه واوقفها لنفسي. والكلام طبعا ايه اللي كلنا عارفينه دوت عشان ما نضيعش وقت الفيديو، عشان عايز احكي لك حاجه ثانيه، تمام كده؟ طيب اهم حاجه دلوقتي يا جماعه ان انا بشوف ناس منزله بوستات مثلا او منزله مشكلتها مع القطط والفيران والعرس والكلام ده كله، حد مثلا القطه كلت له زغاليل حمام او كلت له حمام كبير، طبعا الحاجه اللي هو بيفكر فيها واللي هو بينزل بوستات عنها ان هو مثلا يمسك القطه ويموتها، تمام كده؟ ان هو عايز يحط سم من القطه ويسمها ويموتها. طيب انت يعني انت اللي غلط، انت اللي غلط مش هي اللي غلط، هي ربنا خلقها بطبيعتها ان هي زي ما قلنا كده ايه عايزه تفترس وعايزه تصطاد الحاجه بنفسها وتاكلها، تمام كده؟ يعني من ضمن المواقف اللي حصلت معايا ان انا في مره كنت بره هنا الاوضه وعندي جوز حمام نفاخ بط بيضتين، فانا حاطط البيضتين جنبي على الارض كده هحضنهم تحت جوز حمام، فدخلت الاوضه وخرجت لقيت بيضه واحده بس اللي في الطاجن. طبعا بدور على البيضه الثانيه، البيضه الثانيه اختفت. طبعا ببص هنا وهنا لقيت القطه واخده البيضه في بقها وبتاكلها، خرمتها خلاص بتاكل منها. فانا اتضايقت برضه، زعلت، اللي هو الموضوع يضايق ويزعل، يعني بيضه حمام نفاخ وبتاع والقطه خدتها كلتها. انا لو عندي بيض مثلا حمام تحضين ممكن ارميه لها عادي مفيش مشكله، بس هي خدت بيضه حمام نفاخ وكلتها. برضه ولا هضرب القطه ولا هحاول ان انا امسك القطه ولا موتها ولا الكلام ده كله، ليه؟ لان هي ربنا خلقها بطبيعتها بتدور على رزقها عشان تاكل منه، تمام كده؟ يعني انا عندي الحمام هنا مثلا في الارضيه اهو، وبيكون مثلا ايه شوال الكلفه على جنب هنا، الحمام يا جماعه بيروح ينقر في الشوال ويخرم خرم صغير في الشوال كده يوقع منه حبوب كلفه وياكل، مع ان هنا ممكن تكون الاكله محطوطه فيها اكل في نص الاوضه، فهو سبحان الله بيدور على اكله بنفسه وسايب الاكل اللي انا حاطه له، بيدور على الاكل في الاماكن المستخبيه عشان ياكل منها، دي بالنسبه له متعه، هو بيستمتع من هو يدور على اكله بنفسه وياكل من الشكاره اللي محطوطه على جنب ويخرمها وياكل منها حبايه حبايه، تمام كده؟ فاللي انا عايز اوصله لك في نهايه الفيديو دوت ان انا وقت ما القطه اكلت مني زغاليل الحمام، لو انا كنت بطلت حمام ما كانش هيبقى فيه ابو مريم التونسي دلوقتي، ولا في الفيديوهات اللي انت شفتها الفتره اللي فاتت دي كلها، ولا اللي هتشوفها الفتره اللي جايه دي كلها، تمام؟ ما كانش هيبقى فيه ابو مريم التونسي بسبب ان انا مثلا القطه كلت مني زغلولين وانا بطلت تربيه حمام بسبب الزغلولين دول، فانا استعوضت ربنا فيهم وربنا عوضني خير. طيب تاني حاجه ان انا لما حصل معايا الموضوع ده ما اذيتش القطه ولا ضربتها ولا موتها ولا اذيتها في اي حاجه خالص، طبعا دوت يعني عند ربنا حاجه كويسه ان انت تسامح وتعفو، فانت سامحت القطه او عفيت عن القطه فربنا بيعوضك وبيكرمك خير، يعني بيعوضك خير كتير جدا، تمام كده؟ فاللي انا عايز اوصله لك لو حصل معاك موقف زي ده يبقى انت اللي غلطان، وقفل على حاجتك كويس وامنع دخول القطه او الفار او العرسه للحمام بتاعك عشان ما تاذيكش في الحمام بتاعك، ولو حتى اذيتك في الحمام بتاعك فانت ما تاذيش الكائن الاخرس اللي ما بيقدرش ان هو يتكلم ويعبر عن ضعفه او عن خوفه او عن جوعه او عن حزنه بسبب الحاجة اللي انت ممكن تعملها فيه، فلو انت اذيته فانت هتحاسب عليه وهيكون حسابك صعب جدا، تمام كده؟ لان هم زي ما قلنا كده فيهم غريزة ان هم بيصطادوا اكلهم بنفسهم وعايزين ياكلوا بنفسهم، فدي بالنسبة لهم غريزة، فانت كل اللي عليك ان انت تأمن حاجتك ضد الحاجات دي، ضد القطط والفيران والعرس والبوم والصقور والكلاب وكل حاجة، وكون على يقين ان انت لو سامحت في حاجة زي كده ربنا هيعوضك باللي احسن منها.
تمام كده يا جماعه. فده كان فيديو النهارده، يا رب نكون استفدنا منه واستمتعنا بيه. ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك على الفيديو واعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان يجيلك اشعار باي فيديو بينزل على القناه جديد. وكمان ما تنساش تعمل مشاركه الفيديو عشان تفيد غيرك بيه. ولو عندك اي استفسار او محتاج موضوع نتكلم فيه اكتبه لي في التعليقات تحت الفيديو، ان شاء الله اجهز لك الموضوع انزله لك على القناه في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم ابو مريم التونسي.